قام صاحب السمو الملكي أمير ويلز ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز بزيارة إلى مركز عيسى الثقافي، حيث شهد سموه جانبا من أنشطة ورش العمل المقامة بالتعاون مع مدرسة الأمير الفنون التقليدية. كما اطلع سمو خلال الزيارة على مجموعة وثائق تاريخية تبرز مدى العلاقات الثقافية الممتدة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة. وقد رافق السمو خلال الزيارة معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية، وكان في الاستقبال سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الأمناء بمركز عيسى الثقافي. وقد ضمت ورشة العمل التي اطلع عليه سمو أمير ويلز طلبة من جامعة البحرين تقوم بتدريبهم السيدة سارة الزياني، وهي أول خريجة بحرينية من مدرسة الأمير الفنون التقليدية، حيث تقوم بتعريفهم عن قرب على مهارات توظيف الأشكال الهندسية في الفنون الإسلامية. كما تضمنت الفعالية في مركز الشيخ عيسى الثقافي عرضا لأعمال متنوعة لسارة الزياني في فن العمارة والتصميم، مما يعكس ما اكتسبته من قدرات وخبرات في مدرسة الأمير للفنون التقليدية، وهي مؤسسة تقيم برامج في عدد من دول المنطقة تهتم بالحفاظ على الحرف والفنون التقليدية والتراثية وعقد البرامج التدريبية للشباب من أجل تحقيق هذا الهدف.